كتير الألقاب اللي بتطلق على لاعبي كرة القدم ويشتهروا بيها، ويبدأ الجماهير في ترديدها حتى لو مش على علم بمعناها أو أصلها أساساً. من أول ظهور لجونزالو إيجواين مع كرة القدم في ريفر بليت، وتعرف اسمه بيل بيبيتا، واستمر معاه اللقب في ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان وتشيلسي. لكن إيه هو سر اللقب؟ والد جونزالو إيجواين هو خورخي إيجواين، وخورخي كان لاعب كورة في الأرجنتين برضه، لكن عمره ما لعب للمنتخب. ولأن خورخي من أصحاب الأنف الطويلة، أطلقوا عليه لقب بيبا أو الباب الكبير أو غليون التدخين. لقب بيبا اتشهر بيه خورخي، وأخدوا منه أشقاؤه عشان يبقى بيتوارثوا كل أفراد العيلة. ومع ظهور إيجواين على الساحة أخد اللقب كعادة اللاتينيين، ادوله اللقب لكن مع تحريف بسيط، بيبا بقت بيبيتا، وبيبيتا هي تصغير كلمة بيبا أو بمعنى أدق الغليون الصغير.